شاهد محترمة جدا وكانت غايبة لفترة، وسعداء سعداء جدا بعودتها مرة تانية، لأن التنافس الشريف مش معناه الخصومة. أنا ممكن على فكرة أبقى متنافسة أو منافسة ليك، لكن ده مش معناه إن أنت لازم تبقى خصم ليا أو نبقى أعداء. الأفضل هو اللي بيفوز، الأفضل هو اللي بيحجز مكان أو مقعد ليه في الأول، في المركز الأول. لكن قصة إن أنا وأنت يبقى بينا عداوة، طب ليه؟ ملهاش أي معنى ولا مبرر. كابتن حسين لبيب كمان كان سعيد جدا بهذه الزيارة، وأكد تقديره كمان لزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك، وطبعا قبولهم هذه الدعوة، وأكد تاني على طبعا الدور المهم اللي كان بيقوم بيه، ويعني الشغل العظيم اللي قدمه سيادة الوزير العمري فاروق، تحدث عنه أكتر من مرة، وده شيء برضه يحترم بصراحة. خلينا نروح نتابع كلمة كابتن حسين لبيب ونرجع نكمل. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له اي صالح بهذه الصراعات. احنا كل اللي فيه ان احنا منافسة شريفة مع النادي الاهلي، ونتمنى ان تضل كذلك. يعني احنا انا واحد من الناس اللي لما كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي، وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض. احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مره اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير بتاعت الناديين. الناديين اللي هم بنسميهم كل الاعلام بنسميهم قطبي الرياضه المصريه، قطبي الرياضه المصريه دول يبقى المنافسه بينهم شريفه، وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالايجاب بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه. يا ما برضه من ايطاليا ونعمل يا ما ما يسمى التحكيم، سيبنا من الكلام ده خالص، خلونا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الادب، لان اساسا الرياضه اساسا اخلاق فعلا قبل ما يكون ادب. دي يعني جمله من الحاجات اللي لابد ان كلنا نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي انا برضو يعني بكرر يعني فخري بتواجدكم هنا كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القصير، وان شاء الله اول فرصه احنا برضو يشرفنا ان احنا نيجي لحضراتكم، وده برضو شيء ايجابي جدا جدا. اي وقت المجلس كله نيجي لزياره حضراتكم، وهنسعد فيها ان شاء الله، وعايزين الايمان تبقى مستمره على طول. اللي عايز يقول معانا كده بعد اذن حضراتكم ان احنا النهارده كنادي الزمالك بنفتح صفحه جديده مع كل الناس، سواء الاعلام بجميع انواعه. احنا النهارده بنغير ما يسمى الصوره الذهنيه لنادي الزمالك، بترجع تاني ودائما زي الصوره اللي كل الناس كانت معتاده عليها. فبنطلب بعض من الاعلام ان هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الاهلي، ونوع من الموده والمنافسه الشريفه، وما يبقاش فيه اي حاجات من الخارج بتحصل على كده. وانا متخيل ان الاعلام له دور كبير جدا في الجمله اللي انا قلتها. النمره دي برضه احنا علاقتنا ان شاء الله مع جميع الانديه على رؤساء النادي الاهلي سوف تظل في حاله جيده، طول ما كل واحد يمشي مع النادي بيدافع عن النادي بيدافع عن حقوق النادي بدون اي اتهام للاخر، انه من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه. وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه، وانا بتشرف ان انا برقص ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس اللي انا بقوله ده كلنا متفقين عليه من اول يوم. فبشكرهم على المجهود اللي قدوه خلال ال 100 يوم السابقه، فعلا يمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي اكتر من اي حد تاني ان احنا نغير من الصور الذهنيه اللي كانت متاخده على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور من اولهم لاخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير
العم فاروق، واحنا يعني انا واحد من الناس كنت عايزه جدا ومقتنع ان هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضه المصريه وفي النادي الاهلي، ولا يمكن اي حد انه ينكر ذلك. فيعني بجد برضه يعني كان يشرفنا وجود الدكتور علي رحمه ربنا عليه. شكرا جزيلا.